بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عجبا لأمة عندها هذا النداء المبارك وهي غافلة عن ربها، عن دينها، عن نبيها، وعن الغاية التي من أجلها. هذه الكلمات قالها أناس لم يدخلوا في الإسلام بعد، ولكن لما تابعوا ودققوا ونظروا إلى شعارنا، إلى ندائنا، إلى الآذان الذي يدوي في محلاتنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في قرانا، في مدننا 5 مرات في اليوم والليلة، دونما أن نلتفت لقيمته، دونما أن نرتقي إلى ما يدعو إليه، دونما أن نجعله مدرسة تربوية راقية تعيدنا إلى طريق الاستقامة وتحقيق التقوى والإحسان والعمل بمرضاة الله. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لم يثبت في حياة النبي أنه أضاف أو أنقص من النداء. بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الرفيق الأعلى خرج في صفوف المجاهدين، وما طاق العيش في المدينة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد سنين طوال عاد إلى المدينة يدفع الشوق والحنين. التف الصحب الكرام طلبوا أن يسمعوا نداءه مرة أخرى فأبى، فذهبوا لأمير المؤمنين عمر في خلافة عمر فشفع للأصحاب، فنزل على رغبة أمير المؤمنين وصعد ورفع النداء وكبر وتشهد، وعند أشهد أن محمدا رسول الله انخرط في بكاء طويل، وما استطاع أن يكمل، يبكي ويردد الكلمات ويتلعثم لكثرة بكائه حتى أبكى من حوله. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها، سمعت بلالا يؤذن حتى أن بعض الناس ظنوا أن رسول الله قد عاد وقد يعني بعث من جديد عليه الصلاة والسلام. واجتمعت المدينة عن بكرة أبيها وأكمل الأذان بالكاد، ثم أقسم ألا يؤذن لأحد بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا أنت تخرج من بيتك في الصباح إلى عملك، تنخرط في دنياك سواء كنت باع أو مشتري، صانع أو زارع، طالب أو معلم، طبيب أو مهندس، ضابط مثلا أو أي حرفي أو أي نشاط كان، تمشي تركب، نعم تبيع تشتري، وأنت تنخرط وأنت الذي تعلم جيدا أنك محارب ومستهدف، والفتن من حواليك كثيرة، والباطل ميسر ومسهل بشتى يعني طرقه ووسائله وأنواعه، نعم وأنت الضعيف، وأنت الذي ينسى، ما سميت إنسانا لكونك تنسى وتغفل كثيرا، يقطع عليك هذا الصمت وهذه الغفلة وهذا الانخراط في الدنيا صوت المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هذا دع ما في يديك، الله أكبر من الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، في البداية نتقدم لأهل هذا العرس بالتهنئة والدعاء والثناء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل هذا العرس في ميزان حسناتكم يوم لقي المولى عز وجل، وأبشروا وهنيئا لكم أن أقمتموه على مثل هذا النحو الطيب البسيط المتواضع الخالي من المنكرات والمخالفات والبعيد عن الإسراف وعن التبذير. والله إنها لصورة طيبة ودعوة صامتة، ندعو الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتكم يوم لقي المولى عز وجل. كما أتقدم لعرصي الليلة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اللهم بارك للعروسين في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، وبارك لهما معا في الذرية، اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل بجودك وفضلك وكرمك هذه الأسرة أسرة مسلمة
خاضع من قاده لك ولرسولك، عامل لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامة وعلامة على طريق البر والمعروف والإحسان والصلة، وانفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كان ولابد من نصيحة اغتناما لهذه الفرصة الطيبة تحت هذا العنوان نتحدث. عجبا لأمة عندها هذا النداء المبارك وهي غافلة عن ربها، عن دينها، عن نبيها، وعن الغاية التي من أجلها خلقت. هذه الكلمات قالها أناس لم يدخلوا في الإسلام بعد، ولكن لما تابعوا ودققوا ونظروا إلى شعارنا، إلى ندائنا، إلى الآذان الذي يدوي في محلاتنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في قرانا، في مدننا، 5 مرات في اليوم والليلة، دونما أن نلتفت لقيمته، دونما أن نرتقي إلى ما يدعو إليه، دونما أن نجعله مدرسة تربوية راقية تعيدنا إلى طريق الاستقامة وتحقيق التقوى والإحسان والعمل بمرضاة الله تبارك وتعالى. إن أولئك النفر الذين قالوا هذه الكلمات تعجبوا لوجود هذا النداء المبارك، وأن الأمة تكاد لا ترتبط به كما ينبغي أو كما يليق بمكانته، وكما هو معلوم من خلال النظرة الفاحصة له. إننا إن نظرنا إلى النداء الأذان وجدناه بمثابة المنشط، أو قل المولد الذي يولد الطاقة، بل قل يعني بمثابة الواعظ الأمين أو الصوت المربي المؤدب الذي يوقظ الأحاسيس والمشاعر ويذكر الأمة بربها وبدينها وبنبيها وبالغاية التي من أجلها خلقت. هذا النداء الذي قد لا نعطيه القدر اللائق به يدعونا لتحقيق أصول ديننا من التوحيد والاتباع والتزكية. لو أننا ارتبطنا بهذا النداء بهذا الفهم العالي لارتقينا من الحضيض إلى القمة. لكفانا جميعا، ونحن بشر لسنا بمعصومين، تعترينا الغفلة والنسيان وتثقلنا الهموم والأحمال، لن نجد لهذا النداء مثيلا أبدا في إعادة دفعنا من جديد، في إعادة تنشيطنا، وفي إعادة ضبطنا وربطنا بهذه الأصول الثلاثة بالتوحيد والاتباع والتزكية. إننا نحتاج إلى مراجعة أنفسنا مع هذا النداء المبارك. ولذلك ندندن في هذه المناسبة اغتناما لهذه الفرصة، استسمح اخواني ان يعني نتكلم في الموضوع بشيء يعني من البيان والتوضيح، لاني اعتقد واوقن اننا لو ارتقينا لمستوى النداء الاذان الشعار لتغيرنا، ولا ارتقينا من الحضيض الى القمه كافراد واسر ومجتمعات وامه، ولكان لنا ابلغ الاثر في غيرنا باذن الله تبارك وتعالى. لذلك نتحدث يعني في عجاله، لن اطيل عليكم، قد نتعرض لبعض المسائل الفقهية، قد نتعرض لبعض الإشارات التربوية والإيمانية، قد نتعرض لبعض المعاني الإيمانية والروحانية العالية. الأذان أنتم تعلمون أنه شرع في السنة الثانية للهجرة النبوية المباركة، ولقصة تشريعه يعني بعض الأثار المحفوظة والمروية والموجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بأصحابه يتداولون ويتدارسون كيفية جمع الأمة للصلاة. فمن مقترح بالبوق الذي لدى اليهود ورفض جملة وتفصيلا، وآخر يقترح الجرس الذي لدى النصارى ورفض جملة وتفصيلا، وثالث يقترح نارا كنار المجوس ورفض هذا أيضا جملة وتفصيلا، لأننا أمة مميزة لا تقلد غيرها، لها نمط ولها خصوصيتها ولها هويتها ولها معانيها الإيمانية الراقية العالية. فخرجوا هذه الليلة ولم يبتوا في الأمر، وفي ذات الليلة كانت رؤيا لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء،
زيد رضي الله عنه يرى في المنام وكأن ملك يلقنه هذه الكلمات التي تسمعونها في النداء، ينطلق بها فرحا مسرورا، يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب بها، يقول علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، فينطلق بلال يرفعها لتجمع بها الأمة للصلاة، يسمعها عمر في بيته، ينطلق مسرعا، لقد يعني رأيت مثل هذه الكلمات، سمعت مثل هذه الكلمات. فهذا يعني كما يعني نلخصه رؤية لزيد، تأكيد من عمر، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ساعتها شرع النداء واصبح عبادة توقيفية تتوقف على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي على إقراره وعلى إقرار أصحابه إلى يومنا إلى قيام الساعة. والنداء شعيرة من شعائر هذه الأمة، نعم شعيرة عظيمة لها من الأثر ما لا يخطر لكم ببال كما سنبين. إذن حكم النداء، حكم الأذان، قالوا يجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أن يتعلم النداء. أما من حيث التطبيق هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه أثموا، وكانت فرصة لتسليط الشيطان عليهم، كما في الحديث: ما من ثلاثة في قرية أو في بادية لا يؤذن فيهم للصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، والعياذ بالله تعالى. ومن يومها، والآذان عبادة توقيفية عظيمة لها من الأثر كما سأبين لكم بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا أجمعت الأمة أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه. 19 كلمة، 17 كلمة في الإقامة، يضاف الصلاة خير من النوم في النداء الأول أو الثاني على الخلاف المعتبر بين العلماء. لا يجوز أن يضاف تسبيح ولا تحميد ولا صلاة ولا سلام على رسول الله لا قبله ولا من بعده، وإلا يعني هذا استحسان وهذا ابتداع مرفوض، ولو كان يعني أولى لسبقنا إليه الصحب الكرام الذين هم من أحرص الناس على الخير لأنفسهم وللناس. فهذا بلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لم يثبت في حياة النبي أنه أضاف أو أنقص من النداء، بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الرفيق الأعلى خرج في صفوف المجاهدين، وما طاق العيش في المدينة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد سنين طوال عاد إلى المدينة يدفع الشوق والحنين. التف الصحب الكرام طلبوا أن يسمعوا نداءه مرة أخرى فأبى، فذهبوا لأمير المؤمنين عمر في خلافة عمر، فشفع للأصحاب فنزل على رغبة أمير المؤمنين وصعد ورفع النداء وكبر وتشهد، وعند أشهد أن محمدا رسول الله انخرط في بكاء طويل، وما استطاع أن يكمل، يبكي ويردد الكلمات ويتلعثم لكثرة بكائه حتى أبكى من حوله. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها، سمعت بلالا يؤذن حتى أن بعض الناس ظنوا أن رسول الله قد عاد وقد يعني بعث من جديد عليه الصلاة والسلام. واجتمعت المدينة عن بكرة أبيها وأكمل الأذان بالكاد، ثم أقسم ألا يؤذن لأحد بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه المرة. فقالوا لو كان في الزيادة خيرا لكان هذا موطنها، حيث الشوق والحب والحنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد هكذا لا يجوز الزيادة فيه ولا أن ينقص منه أيضا. النداء المبارك هذا إخواني الأجلاء ليس مجرد شعار، وإن كان جاء عن طريق رؤيا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بات تشريعا ثابتا إلى قيام الساعة. إنه لحكم عظيمة ولأمور نافعة مفيدة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الأمة، المؤذن والمستمع، الرجال والنساء، الحكام والمحكومين، يربط الأمة بأكملها بالنداء بالآذان لحكم تربوية راقية وعظيمة لا نظير لها. انظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يشوق من تصدر للآذان، من تقدم لرفع هذا الشعار المبارك، كيف رتب له من الأجر والثواب عند الله عز وجل. لعلك تتحرك شوقا وحنينا لمثل هذا الأجر. اسمع إلى ترغيبه عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم اغفر للمؤذنين. هذه تكفيك دعوة من نبيك صلى الله عليه وسلم لك بالمغفرة حينما تؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة
لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، ويتمرغون على كومة من مسك أي يوم القيامة. الشاهد من هؤلاء الثلاثة ورجل ينادي للصلاة ابتغاء مرضات الله، لا طلبا لمدح ولا لثناء ولا لمال ولا لشيء، إنما ابتغاء مرضات الله. قيل هو الذي ورد فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالوا: هو المؤذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. إيش المعنى؟ يغفر للمؤذن مد صوته حيث بلغ هذا الصوت، حيث مر على رطب من الأشياء الحية ومن الجمادات، كل هذا يشهد لك عند الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن اسمع يغفر له مد صوته وله مثل أجر من صلى معه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. كل هذا ترغيب وتشويق منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمؤذنين، حتى أنه ورد في الحديث: لو تعلمون ما في الصف الأول والآذان ثم لم تجدوا لن تستهموا لفعلتم، في رواية: لقتتلتم. طالما لم يعين، لم يخصص الأند صوتا أو الذي يعني خصص لهذا العمل، ينبغي الناس أن يتنافسوا على هذا الفضل عن طريق الاستهام والقرعة مثلا، لأن هذا الفضل عظيم ومشوق. قد تقول أنت: وبطبيعة الحال لن نؤذن جميعا، بل لابد من تخصيص أحد حتى ولو عن طريق القرعة، فما لنا نحن الذين سنستمع للأذان؟ النساء يقولن: وما لنا نحن أيضا؟ رسول الله يرغبنا جميعا ويربطنا بالآذان. نعم، المؤذن كما سمعتم والمستمع أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوما ويجلس مع أصحابه يستمعون الآذان من بلال، من قال مثل ما يقول هذا، أي بلال هو يؤذن، يقينا من قلبه دخل الجنة. من قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، من قال حين يسمع المؤذن مثل ما يقول ثم سأل الله تبارك وتعالى لي الوسيلة والفضيلة الحديث: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، انظر إلى آخره، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر. أحاديث كثيرة ثبتت وصحت ترغب الأمة جميعا في النداء وفي وقت النداء تحديدا. نعم، إذا رفع النداء فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، هكذا يرغب عليه الصلاة والسلام لهذا النداء المبارك، ويربط الأمة به لتستمع، لتنتبه، لتتردد معه هذه الكلمات الرقراقة البسيطة الجميلة. يا ترى لماذا؟ إنما لتربيتنا وتهذيبنا وإصلاحنا وتذكيرنا بتوحيد الله، باتباع رسول الله، بتزكية أنفسنا وتأهيلها وترويضها وتربيتها كما سأبين لك. ولذلك انظر إلى الآذان الذي وزع على اليوم والليلة بهذه الطريقة العظيمة مع أوقات الصلاة المعروفة والمحفوظة لنا، كموقظ، كمنبه، كمنشط، كمولد للطاقة كما قلنا. نعم، أنت إذا ما نظرت لهذا المعنى وحاولت أن تنزل إلى مستوى النداء وتنظر إليه في أرض الواقع كيف يصنع بمن التفت له وتأدب معه، سترى أمرا عجيبا قد لا يخطر لك ببال. اسمع معي، أنت تخرج من بيتك في الصباح إلى عملك، تنخرط في دنياك، سواء كنت باع أو مشتري، صانع أو زارع، طالب أو معلم، طبيب أو مهندس، ضابط مثلا، أو أي حرفي أو أي نشاط كان، تمشي، تركب، نعم، تبيع، تشتري، وأنت تنخرط، وأنت الذي تعلم جيدا أنك محارب ومستهدف، والفتن من حواليك كثيرة، والباطل ميسر ومسهل بشتى يعني طرقه ووسائله وأنواعه. نعم، وأنت الضعيف
ضعيف، وأنت الذي ينسى، ما سميت إنسانا إلا كونك تنسى وتغفل كثيرا، يقطع عليك هذا الصمت وهذه الغفلة وهذا الانخراط في الدنيا صوت المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هذا دع ما في يديك، الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من الزوجة والولد، من البيع والشراء، من الربح والخسارة، من الصناعة والزراعة، من المنصب والجاه، من الدنيا بأسرها. انتبه لندائك المبارك، فمن قال مثل ما يقول هذا يقينا من قلبه دخل الجنة. ثم قم فتوضأ لتتحت عنك ذنوب المعاصي وتنزل وتسقط مع آخر قطرة ماء، ثم انطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك، فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد من سمع النداء ثم لم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر، نعم كمرض مقعد أو كمطر شديد يحول أو كخوف شديد من عدو متربص أو ما شبه ذلك. انطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك، فمن خطوة تخطوها إلى ترفعك ودرجة وتحط عنك خطيئة تذهب إلى المسجد، هنالك تدخل في بيت الله عز وجل فتمكث مع عباد الله عز وجل، تتعلم معاني جميلة ورقراقة وعظيمة تدعو إلى الألفة والاتحاد والقضاء على الطبقيات والفوارق. فكل أهل الحي حضروا لتلبية النداء، الغني والفقير، الوزير والغفير، الكبير والصغير، نعم الأبيض والأحمر، الكل جاء ملبيا لهذا النداء، فلا طبقية ولا فوارق. تقوم وتركع وتسجد خلف إمامك الذي قدم لإتقانه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتحت عنك ذنوب المعاصي وتكفر لك الذنوب التي كانت قبل يعني هذا الوقت قبل الظهر من الصبح إلى الظهر، فتخرج من صلاتك أكثر طمأنينة وأقرب إلى السكينة، أقرب إلى الورع والأمانة والشعور بيعني المسؤولية، فتخرج إلى عملك إلى حالك الذي كنت فيه أكثر إيمانيات وأكثر روحانيات وأكثر إقبالا وأخباتا. ثم يعني تمر عليك الدقائق والساعات فتنخرط في دنياك مرة أخرى، تغفل، تنهمك، تصب الإرهاق والإعياء والتعب لطول عملك أو لشغلك أو لواجباتك وحقوقك، فما هي إلا لحظات حتى ينادى عليك مرة أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا هذا قم دع ما في يديك وانتبه للنداء الذي ينادي عليك، تطهر لتتخلص من ذنوبك ومعصيك التي كانت من الظهر إلى العصر، كم من غدر وكم من نظرة وكم من كلمة وكم من تصرف وكم وكم وكم. قم لتتطهر وإلى المسجد انطلق كي ترفع درجات وترفع عنك الخطايا والذلات، تصل إلى المسجد تقوم وتركع وتسجد، تخرج مرة أخرى ما إن تنخرط في دنياك حتى يأتيك نداء المغرب الله أكبر الله أكبر. هذا يوم من عمرك أخو المسلم هو قد طوي، انظر ماذا قدمت، ماذا صنعت، تب واستغفر وإلى ربك فارجع. انطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك فتقوم وتركع وتسجد كما فعلت في الظهر وفي العصر، ثم تخرج بعد المغرب، نعم تدخل عليك العتمة ويدخل وقت العشاء، توشك أن تنام، ينادى عليك مرة أخرى تعال إلى المسجد مرة أخرى لتتخلص من ما وقع منك بين المغرب والعشاء، لترقد وتنام على صفحة بيضاء نقية، فتغط في نوم عميق إذا بنداء الفجر الأول الله أكبر الله أكبر. يا هذا قم، الصلاة خير من النوم، لم تخلق للراحة ولا للنوم، قم وانظر الواجبات والحقوق، قم فتطهر وانطلق إلى المسجد حيث ينادى عليك. بالله عليكم دلوني 5 مرات في اليوم والليلة على هذا النحو على هذا الشكل، هل يبقى ذنوب؟ هل يبقى معاصي؟ هل يبقى قلة حياة؟ هل يبقى تفريط؟ هل يبقى إفراط؟ إنها دعوة للانضباط، الاستقامة، للتطهير، للتصفية، للتحلية، إنها دعوة لتعليمنا هذه المعاني الرقراقة الإيمانية التي هي في طيات هذه الكلمات، وإليك معناها باختصار شديد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، معان راقية، الله أعظم وأجل،
الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من الشرق ومن الغرب، الله أكبر من اليهود والأمريكان، الله أكبر من العتاد والعدد، الله أكبر من التجارة والصناعة والزراعة والزوجة والولد والمنصب والجاه، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل. انتبه، إنما خلقك لغاية، لعبودية، انتبه لهذا المعنى. إياك أن تيأس، إياك أن تخاف، إياك أن تعول على حولك، على طولك، على قوتك، على طاعاتك، على قرباتك. فالله أكبر من كل شيء، تعطي قدر من التعظيم والإجلال، تعطي قدر من التأدب والحياء من الله تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا يبقى معها خوف، ولا يبقى معها يأس، ولا يبقى معها مداهنة ولا مذلة ولا انكسار ولا تقدير لقوى الشر مهما بلغت من القوة والعتاد والعدد، لأنك تعلم أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما على وجه الأرض. ترك إن ركن الركين يعطيه شجاعة وقوة وإقدام وعلو وأنف وعزة وثقة وطمأنينة وسكينة، معاني راقية لا نظير لها. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله. يا مسلم، يا عبد الله، أنت تقول أشهد، أي أنا أعلن. نعم، أنا أعلن إعلانا مدويا، أنا أعلن عن إقرار، عن اعتقاد، عن يقين أنه لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كلمة التوحيد، دعوة لتحقق التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، معنى راق وجميل. من أجله خلقت وسخر لك ما في الكون، وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، بل وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل من أجل ذلك، من أجل تحقيق التوحيد، بل كانت الجنة والنار للثواب والعقاب. انظر، أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. كلمة أشهد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، أنت تنفي الآلهة، تنفي الأرباب، تنفي الأنداد، تنفي الطواغيت، تثبت. نعم، ماذا تثبت؟ القصد والإرادة، المحبة والتعظيم، الخوف والرجاء، المحبة لله تبارك وتعالى. تثبت هذا كله من خلال هذه الكلمات البسيطة، كلمة التوحيد، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. أين أنت من شروطها، من هذه الشروط التي تحفظها وتعرفها، كالعلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة؟ يحتاج إلى كلام كثير، النداء، كلمات عظيمة، منهج تربوي وعلمي لا نظير له بالمرة. أنت تردد هذه الكلمات، أنت تسمع هذه الكلمات. أين أنت من تحقيق التوحيد في قلبك، حتى لا تصرف العبادة لغيره، لا تطلب مدد، ولا تعتقد دفع ضر ولا جلب نفع، ولا تذبح ولا تنذر ولا تطوف بغير بيته، ولا تخاف من غيره على العمر ولا على الرزق ولا على الذرية ولا على أي شيء؟ هذه معاني التوحيد لا تكون إلا من خلال معرفة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تردف بالثانية، بالنصف الثاني منها المتمم لها، أشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. نعم، أنا أقر وأعترف عن عقيدة وعن يقين أنه أرسل خاتما للأنبياء وللمرسلين، للثقلين الإنس والجن، كقدوة وأسوة ومثال عملي على كيفية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. أين أنت من معاني الاتباع؟ أنت تردد النداء إن كنت مؤذنا أو مستمعا في هذا اليوم وفي الليلة أيضا بهذه الطريقة التي ذكرنا. أين الاتباع في حياتك الآن؟ أين أنت من معاني الاتباع؟ هل أنت تحقق الاتباع في أرض الواقع؟ أم ماذا؟ أم اكتفيت بترديد الكلمة كشعار، كمتن تحفظه؟ لا، إن لقضية الاتباع معنى عظيم، لا شك أنك تحتاجه لتتعرف على معنى يغيب عن كثير من الناس. لو طبق وترجم لارتقينا من الحضيض إلى القمة. لو حققنا الاتباع بمفهوم أشهد أن محمدا رسول الله كما ينبغي، لتغيرنا، لارتقينا. المفهوم البسيط أن تعلم جيدا أنه لا يسعك إلا أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق الغاية التي من أجلها خلقك سبحانه وتعالى. وبهذا أمرت، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم،
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآيات التي تدعوك لهذا المعنى. وإلى الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سبحان الله العظيم، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن حقيقة الاتباع التي ترددها في الأذان مؤذنا أو مستمعا إنما تعني الاتباع الكامل، ليس في الصلاة وحسب، ليس في الزكاة وحسب، ليس في الصيام وحسب، ليس في الحج وحسب، لا والله أبدا، بل هي منهج حياة، هي منهج حياة بكل معاني الكلمة. كيف تقود نفسك من خلال أشهد أن محمد رسول الله، في هديك الظاهر، في سمتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، في معاملاتك، في أقوالك، في أفعالك، في صلاتك، في فرضها، في نفلها، في صيامك، في زكاتك، في صدقتك، في معاملاتك لزوجك، لأبنائك، لجيرانك، لأرحامك، لباقي المسلمين، لغير المسلمين، حتى للبهائم والأنعام. كيف تجعل السنة هي إمامك، هي رائدك، هي التي تأمرك وتنهاك؟ هذا هو الاتباع الحقيقي، أن تسمع وتطيع للسنة على ثقة ويقين أنها الأسلم والأضمن والأقصر للوصول لمرضات الله والجنة. كل أمة يدخلون الجنة كما قلنا إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نحتاج إلى طرح هذا المعنى من جديد. أين أنت من قضية الاتباع في بيتك؟ كيف تدير البيت؟ كيف تسوس البيت؟ كيف توجه أفراد البيت؟ كيف تربي من في البيت؟ هل تؤدي ما عليك أو لم تطلب الذي لك ما علمتك السنة؟ هل أنت وأنت البشر الذي يعلم أنه غير معصوم، إذا وقعت المشكلة أو الخلاف أو القضية أو النزاع عدت إلى السنة لتحكمها، أم تعود إلى الأعراف والتقاليد والشهوات والأهواء؟ لا والله، هذا لا يليق منك. إن الاتباع يجعلك سامعا مطيعا للسنة، راكبا في سفينتها، وإلا كانت الهلكة والضياع والضلال والعياذ بالله تعالى. كما قال الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قس هذا المعنى على حياتك وانظر في شؤونك جميعا، هل أنت تركب في سفينة السنة أم أنت تركب في سفينة العادات والأعراف والتقاليد، في سفينة الشهوات والأهواء، تحت ضغوطها ضعيف مستسلم خاضع يخاف يسلم لها ولا يستطيع أن يعترض عليها للواقع المرير الذي يحياه؟ هذا لا يليق بك أبدا، وأنت تردد أشهد أن محمدا رسول الله، نقلة نوعية عظيمة. حي على الصلاة يا مسلم يا عبد الله، حي على الصلاة. إذا حققت التوحيد وحققت الاتباع فادخل في مدرسة الصلاة لتتعلم كيف تربي نفسك، كيف تزكي نفسك، كيف تصفي نفسك. فهذه الصلاة، هذه الصلاة عمود هذا الدين وعماده، ما فرضت إلا من أجل أمرين اثنين: وأقم الصلاة لذكري، لتكن ذاكرا لربك قبل قولك وقبل فعلك وقبل رد فعلك إن كان له تمضيه، وإلا فلا. هذه الصلاة إنما أقيمت لتكون دائم الذكر لله، عاملا بمرضاته سبحانه وتعالى، خائفا منه، راجيا له، مخلصا مخبتا. هذا هو المعنى الذي يراد من هذا المعنى. ثم الصلاة شرعت، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل نهتك يوما ما؟ هل هذبتك؟ هل غيرتك؟ هل أعطتك معاني إيمانية رقراقة تجعلك تصبر وتتحمل الأذى وتحتمل وتؤدي ما عليك قبل أن تطلب الذي لك، أم ماذا؟ كثير من الناس يصلون والمساجد مكتظة بالمصلين، ولكن مع الأسف هم إلا من رحم ربي الذين يخرجون من المسجد فيقعون في الشركيات، ويقعون في الكذب، ويقعون في النفاق، ويقعون في العقوق، ويقعون في النصب والاحتيال والرشوة والغش، إلى آخر المعاني التي تعرفونها. إذن كيف نتكلم نحن الآن؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهم يصلون ويفعلونها، أين العيب وأين الخلل؟ إنه فيهم لم يصلون الصلاة التي أريدت لهم، إنما يصلون صلاة كعادة، كروتين، كتقليد، خالية من المضمون، خالية من الاستشعار، لذا لا ثمر لها في أرض الواقع. والذي نفسي بيده، لو صلينا كما ينبغي وطبقنا الصلاة بشروطها وأركانها واجباتها وسننها بخضوع وخشوع، ولجأنا إلى الله تبارك وتعالى فيها من مقام الإحسان كأننا نراه، وإلا فنحن على يقينه يرانا، لتغيرنا ولارتقينا على التو والفور من صلاة واحدة. ناهيكم عن صلوات كثيرة، كالصلوات المفروضة وكالرواتب التي نعرفها، وكالصلوات المسنونة، كصلاة الليل، وكصلاة الضحى، وكصلاة الاستخارة، وكصلاة الحاجة، وكصلاة التوبة، وكالخسوف والكسوف والاستسقاء والجنائز. صلوات كثيرة شرعت لنا،
لتربط المؤمن بربه عن طريق هذا المعنى العظيم. إذن أين أنت أخي الحبيب؟ حي على الصلاة. صلاحك نعم مرهون بتوحيدك واتباعك وأدائك للصلاة. حي على الفلاح. الفلاح كل الفلاح أن توحد الله، أن تتبع رسول الله، أن تؤدي الصلاة كما أريد لها، فهذا هو فلاحك في الدنيا وفلاحك يوم لقي المولى عز وجل. فالفلاح كل الفلاح في تحقيق التوحيد والاتباع وأداء الصلاة العامل الأول للتزكية والتربية والإعداد. ثم ماذا؟ نقلة نوعية خطيرة جدا. الله أكبر الله أكبر. إيش المعنى هنا؟ بعد التكبيرات الأربع جاءت هذه التكبيرات بهذه الطريقة بعد هذه الدعوة العظيمة للصلاة وللفلاح. قال أهل العلم الله أكبر يا هذا من صلاتك من طاعاتك من قرباتك، احذر على نفسك من الغرور والعجب وأن تركن إلى ما أديت من طاعة، فالله أكبر منك ومن طاعتك ومن صلاتك بفرضها وبنفلها. نعم فهو غني عنك وعن سائر مخلوقاته وعما يقدمون، فالله أكبر وأعظم وأجل. قالوا هذه دعوة لتحقير النفس حتى لا تقتر وتركن إلى الطاعة، دعوة لبيان أن الأمر أكبر من ذلك وأجل. فمهما قدمت قل لنفسك ينبغي أن يكون أحسن من هذا، لقد قصرت لقد فرطت. ولذلك استدلوا علماء التربية، إيش الذي تقوله بعد أن تسلم من صلاتك؟ المشهور عندنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، في رواية الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أو الله أكبر؟ أستغفر الله. قالوا أنا أستغفرك يا ربي من تقصيري ومن الخلل الذي وقع في صلاتي، لأنها لم تكن على الوجه الذي يرضيك، لأنها لم تكن على الوجه الذي يليق يعني إنعامك علي وإحسانك إلي، أنا مقصر يا ربي فاغفر لي تقصيري في صلاتي. تأمل هذا المعنى العظيم. ثم تأخذك نعم الكلمات إلى معنى عظيم راقي، لا إله إلا الله، تؤكد على معنى التوحيد على أصل التوحيد، لا معبود بحق إلا الله. يا مسلم يا عبد الله عش مع ندائك، عش مع آذانك، عش مع شعار أمتك هذا العظيم، وتدبر معانيه، وقف عنده بحسن أدب، وتأدب معه ولا تستعمله إلا فيما ورد به الدليل. إن نرى واقعا مريرا من عدم تعظيم الشعار بيننا كمسلمين. انظر إلينا في بيوتاتنا، نلعب ونمرح مع أبنائنا مع أزواجنا، نبيع نشتري، نتكلم ونلهو، ونسمع النداء وكأن الأمر لا يعنينا وكأن الأمر ليس لنا. هذا من سوء الأدب مع كلمات النداء الرقراقة، مع هذا الشعار العظيم المبارك. انظر إلى البعض منا جعله رن على التليفون، هذا من سوء الأدب والله يا أخواني. هذه الكلمات إنها عبادة مخصوصة في وقت مخصوص بكيفية مخصوصة لا تستعمل إلا بدليل. كيف تستعمل أنت للنداء علي أو لطلبي أو لطلب سين أو صد من الناس؟ هذا لا يليق ولا يجوز ولا يصح. قد تسمعها مدوية في دورات المياه وفي الأماكن القذرة وفي الأماكن النجسة وفي الأماكن التي لا تليق. تأدب مع النداء، لا يستعمل في مثل هذا. إذا أردنا يعني أن نطلب أحد إخواننا نطلبه بالنداء، النداء هذا عبادة مشروعة للصلاة لا تستعمل إلا فيما ورد به الدليل. البعض يقول ولكن ضعف هذا الأثر أنها لي يعني الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى، ضعف بعض أهل العلم. يؤذن في أذن المصروع الذي صرعه الشيطان ليبتعد عنه، صح هذا ويصح أن نعمل بغير ذلك. لا نستعمل النداء إلا فيما استعمل من أجله. عظموا النداء، وقروا النداء، كبروا النداء، وانظروا في كلماته وقسها على نفسك أنت. أقول لك ختاما لكلماتي والذي لا إله غيره، لن تجد منبها ولا منشطا ولا مولدا للطاقة ولا واعظا ولا صوتا مربيا لك كالنداء الذي يحرك فيك الأحاسيس والمشاعر، والذي يذكرك بالله عز وجل وبدينه وبرسوله وبالغاية التي من أجلها خلقت. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويجعلنا من الذين يوقرون شعائر دينه. إنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعظموا النداء وتأدبوا مع النداء. نعم هذه مناسبة طيبة، لذلك أردنا أن نغتنم الفرصة ونذكر أنفسنا وإخواننا أننا قصرنا كثيرا في حق هذا الشعار المبارك. فهيا نعيد الحسابات، وهيا نرتب الأوراق، وهيا نعقد العزم على استعمال هذا النداء في تربية أنفسنا وفي تعليم أهلينا كيف يعظمون النداء، رجال ونساء، صغار وكبار،
حكام ومحكومين، ندعو الناس لن يرتقوا إلى مستوى النداء، فهو الذي لا إله غيره، لو أننا ارتقينا لمستواه لارتقينا من الحضيض إلى القمة. ندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يجازي المهندس عصام خير جزاء على أن أتاح لنا هذه الفرصة، كما أبارك له زواج ابنته وأبارك لعروسها، وأقول لهما كما علمنا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل بجودك وفضلك وكرمك هذه الأسرة أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ولرسولك، اللهم اجعلها عاملة لنصرة دينك، اللهم اجعلها شامة على طريق الخير والبر والإحسان والمعروف. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.